قال وزير الصناعة أحمد زغدار إن سبب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة يعود إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون، وذلك بعد دراستها حيث لم يتم منح أي اعتماد حاليا. وأوضح زغدار خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الشعب الوطني يوم 21 مارس 2022 أن اللجنة التقنية أبلغت المعنيين بهذه التحفظات، وذلك من أجل رفعها لتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة واستكمال دراسة الملفات. وقد قامت اللجنة بعقد 51 اجتماعا تم دراسة 54 ملف. من أصل 72 ملف تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين. وأشار زغدار إلى أن 9 ملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة. وذكر أحمد زغدار أن هذه التحفظات تتمحور في المنشأ الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين، لا سيما فيما يخص طبيعتها القانونية، موضحا أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية، وبالتالي سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية. سلام.